أكدت مصادر صحفية يمنية أن النظام القطري زود ميليشيا الحوثي الإرهابية بأسلحة عبر ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الميليشيا الإرهابية، وأكد شهود عيان دخول عدد من الزوارق المطاطية تحمل أسلحة قطرية شملت أجهزة اتصال حديثة وصواريخ حرارية وعددا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. يأتي ذلك ضمن الدعم المالي واللوجستي الذي يقدمه النظام القطري للميليشيات الإيرانية، وهو ما لاقى القبول والثناء من قيادات الميليشيات.